بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم هوجة من مطبخ ام باسل. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنجهز بقى لحاجه العيد. النهارده هعمل بسكويت تحفه يا جماعه، خطير جدا. بسكويت جوز الهند ببيضه واحده بس. شايفين انا لا عامله فلتر ولا محمره الصوره ولا اي حاجه. البسكويت طالع زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هو زي اللي قدامكم بالظبط كده، ولا لعبه في المونتاج ولا لعبه في الصوره، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، زي ما هو طالع كده بجماله بحلاوته بالتسويه بتاعته بجوز الهند بقى والشوكولاته البيضاء وحاجات بقى وحركات وتكات وبسكويت، يعني تحفه، مش مكلف خالص، اقتصادي على الاخر. وبصراحه لو عملتيه طعمه خطير، مش هتبطلي تعملي. واشكال بقى ايه؟ اشكال والوان بقى، وزي ما انتم ايه شايفين كده حاجات تحفه. بصوا الاغراء، الله، يعني الطبق ده انت لو رصاه وتخديه بقى معاكي في مكان وانت داخله كده هتقولي الله ايه الجمال والحلاوه دي، انت جايباه من افخم محل ولا ايه يا ام باسل؟ لا، احنا عاملينه في البيت بابسط الامكانيات واقتصادي جدا على الاخر. بصوا الصوره كده وضحت اهي، حاجه تحفه يا جماعه. لو فضلت اقول فيه اشعار لبكره يعني مش هتكفي. الطعم بقى حكايه. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المقادير، ما نتكلمش كتير. حلوه دي، حلوه الكوبليه ده، نشوف الطريقه والمقادير وما نتكلمش كتير. ونشوف ام باسل عامله لنا البسكويت النهارده ده ازاي، وجماله وحلاوته واقتصادي ومش مكلف خالص خالص. وهتقومي تعملي، انا عن نفسي انا عملته وانا بحضر الفطار، ما خدش في ايديا اي وقت خالص. يلا نروح نشوف الطريقه ونشوف الفيديو كامل. بس قبل ما نروح ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف احلى بسكويت جوز هند هتنعمله النهارده اقتصادي. يلا بينا. يلا نسمي بسم الله ونعمل احلى بسكويت اقتصادي النهارده. في البدايه عندي 200 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ. 200 جرام يعني قد ايه يا ام باسل؟ يعني بمثابه كوبايه. حلو الكلام. وعندي ربع كوبايه زيت وكوبايه سكر بودر. هنبتدي الاول نشغل على دول، نقول بسم الله، نحط كوبايه الزبده او 200 الجرام. شايفين زي ما انتم شايفين هي بدرجه حراره المطبخ اهي الشكل الجميل ده. وبعد كده هنحط ربع كوبايه زيت، يكون نوع حلو بس عشان ما يبقاش ايه ليه ريحه في البسكويت. وكوبايه سكر بودر اهو، ولازم طبعا نخفقهم جامد جدا جدا لغايه ما يدينا اللون الكريمي اللي هو الفاتح متعودين عليه انا هستخدم العجان علشان ايه؟ ببقى عايزه انجز في الوقت. لو في مضرب كهربائي ممكن تشغلوه. تعالوا نشوف كده. طبعا انا كنت كل شويه بنزل في الجوانب عشان كلهم ايه يتضربوا مع بعض. بصوا شايفين ما شاء الله الخليط كريمي وهش زي الكريم شانتيه بالظبط. بصوا شايفين، هو ده المطلوب لنجاح اي بسكويت، لازم له الضرب الكويس. واهم حاجه نفضل ننزل اللي في الجوانب عشان كله يتضرب مع بعضه. المرحله اللي بعد كده ايه يا ام باسل؟ هنجيب بقى بيضه واحده. هنعمل البسكويت بتاعنا يا جماعه ببيضه واحده بس اهو. بس اشغل الاول كده، هقول بسم الله واضيف البيضه، وعلى البيضه هحط كيس فانيليا واستنى لما البيضه تختفي زي ما احنا متعودين. كده البيضه اختفت زي ما انتم شايفين. بعد كده هنحط ايه؟ هكون محضره عندي نص كوبايه جوز هند. تمام، هقول بسم الله حتى بس الناحيه دي كده، نص كوبايه جوز هند. عندي بقى الدقيق بتاعي اهو، دول كوبايتين دقيق، وفي كوبايه انا شايلاها على جنب مش عارفه احتاجها ولا لا. هنحط ايه على كوبايتين الدقيق دول؟ هنحط عليهم يعني معلقه صغيره بيكنج باودر اهي، من معلقه الايه الشاي. مش هناخد الكيس كله، هناخد معلقه صغيره كده بيكنج باودر، وهنحط عليهم رشه الملح اهي، رشه ملح بسيطه كده. ونبتدي ننخل الدقيق وننزل بيه جزء جزء على العجينه بتاعتنا. يعني انا نخلت شويه اهمت، هبتدي احطهم بقى على الجوز الهند والمواد اللي هي السايله اهو بسم الله، وابتدي اشغل كده واحده واحده. بس قبل ما هشغل انا هشيل طبعا اللي هو سلاح الشبكه ده، انا مش محتاجاه، وهركب الكف عشان المفروض العجينه تتجمع بايديا، انا مش محتاجاه تاني خلاص. ابتدي بقى ايه الم العجينه، وبنخل برضو باقي كوبايتين الدقيق اللي معايا. واشوف احتاج الثالثه ولا لا.
واحط نص كميه الدقيق الثانيه اهو. بسم الله كده حطينا كوبايتين الدقيق، ونبتدي نلم العجينه ونشوف ناقصها ايه. تعالوا نشوف العجينه كده، اظن واضح من شكلها ان هي محتاجه دقيق. هجيب نص كوبايه دقيق، المقدار يا جماعه 3 كوبايات دقيق، بس حطيت كوبايتين ومخليه الكوبايه على جنب لغايه ما اشوف هحتاجها ولا مش هحتاجها. هنعرف ازاي ان العجينه بتاعتنا محتاجه دقيق ولا لا؟ لما هحط كده لقيتها بتلزق في ايديا محتاجه دقيق، هبتدي احط نص الكوبايه اللي انا نخلتها دلوقتي قدامكم اهو، ونشوف هنحتاج النص التاني ولا مش هنحتاجه او نحتاج جزء منه، ده اللي هيحددها لنا العجينه. نص كوبايه تاني، يبقى كده انا عملت المقدار اللي هو 3 كوبايات دقيق، عشان شايفين العجينه اهي بصوا لسه بتلزق في ايديا اهي. نحط برضو ايه جزء منه كده اهو، بصوا الا معلقه. اهم حاجه يا جماعه ان احنا ما ننزلش بالدقيق كله مره واحده، عشان العجينه ما تحتاجش ان احنا نحط لها سوائل. انا مش عايزه احط للعجينه اي سوائل، لان انا عامله البسكويت بدون سوائل، تمام. اهم حاجه العجينه تتجمع معايا، ده المهم عندي اهي. انا شايفه ان العجينه بتتجمع، ممكن ما احتاجش للجزء بتاع الدقيق اللي هو اللي فاضل ده حوالي معلقه كبيره. بصوا شايفين العجينه اهي قدامكم اهي من غير ما افصل كده، تمام تمام وزي الفل. شايفين الجمال والحلاوه؟ تعالوا بس كده تعالوا نشوف العجينه. بسم الله بصوا اهي، ماسكاها بايديا ولا بتلزق ولا اي حاجه خالص. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنشكل البسكوت بتاعنا ازاي النهارده. هاخد كوره كده، اي شكل بقى انت عايزه تعمليه. بصوا اهو هحاول اوضح لكم. انا هشتغل النهارده بالبصامه اللي انا عملت بيها قبل كده، اوريها لكم اهي اللي هي دي، تمام. ناس سالوني عليها جايباها منين، حلوه قوي، موجوده في اي محل بيبيع اللي هي الاكسسوارات الحلويات والحاجات دي. وهبتدي اقول ايه بسم الله، انا مختار الشكل ده اهو، ونحط عليها كده بسم الله، ونبصم كده. بصوا اهي، ايه رايكم بقى في الشكل الجميل الحلو اللذيذ ده؟ بصوا الشكل ده، وعملت كوره صغيره شويه اهي، احطها بقى هنا كده واروح نازل عليها كده بالبصامه بسم الله. ايه رايكم بقى الشكل ده؟ اجمل بصراحه، شايفين؟ وكمان ايه البسكويته ارق من الثانيه اهي. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، التانية كانت تخينة شوية، ممكن احنا نشيل التانية دي ونعملها ايه ارق شوية، عشان مش بحب البسكوت يكون تخين كده. زي ما انت عايزة بقى ايه شكلها. هخلص بقى ايه كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. وعايزة اقول لكم برضو على ملحوظة مهمة، اهم حاجة يا جماعة ما تضيفوش كمية الدقيق كلها، لان الدقيق بتاعي بيختلف من عندي لعندكم، علشان ما تضطروش ان انتوا تضيفوا سوائل، الا لو حسيتي ان الدقيق يعني فرط منك غصب عنك والعجينه تحسيها انها يابسه، حطي معلقه ميه واحده بس مش اكتر، تمام. غير كده حاولي تحكمي انت ايه في العجينه بالدقيق، ان انت ما تضيفوش ايه كله مع بعض. خلصت اول صينيه اهي، زي ما انتم شايفين الشكل الجميل ده. هحطها بقى ايه في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسط، وايه وهتابعها برده، واخدين بالكم؟ هخلص صينيه صينيه واحطها، يعني مش هركن جنبي، هحطها على طول، ولازم نسيب مسافه كده عشان احنا حاطين ايه بيكنج باودر. يلا نحطها، ولما تطلع نشوفها مع بعضينا ونكمل باقي الكميه. عايزه اقول لكم انا خلصت خلاص البصامه دي، عايزه اعمل شكل تاني. هروح جايبه جزء من العجينه كده، وكيس بلاستيك بتاع سندوتشات عادي خالص، هحطها كده بين الكيس البلاستيك، ولو دوسنا عليها بايدينا من غير مردنه او نشابه او اي حاجه، هفردها بس كده برده على حسب السمك اللي انت عايزاه اهو. بصوا افرد معايا بكل سهوله. عايزه اقول لكم ما شاء الله ريحه البسكويت في الفرن رائعه، بجد بجد رائعه اهي. فردتها اهي زي ما انتم شايفين. بصوا هقول لكم بس الشكل شويه. انا بقى عندي القطاعات اللي هي الاشكال الحلوه دي، القلب، اروح بقى عامله كده بسم الله اهو.
نعمل كام شكل كده برضو عندي الشكل اللي هو الفراشة ده، اروح عاملة كده اهو. الله الله على الجمال وعلى الحلاوة، حاجة بجد تحفة. وتعالوا بقى نشيلها ايه بسكينة كده او سباتلة اي حاجة هتشال معانا في كل السوق. نشيل اللي حواليها ده كده اهو، هيتشال معانا في كل السوق. جبت صينية بس اهو، نبتدي نطلع الشكل. بصوا سهل خالص، العجينة طيعة وجميلة معايا، تطلع بكل سهولة. حسب بقى ايه الاشكال اللي انتوا عايزينها، يعني انا هعمل جزء من ده جزء من ده. نروح بقى ايه نشوف اللي في البوتاجاز ونحط ايه غيرهم. عايزة اقول لكم بس اخر شكل انا عملته، دي اخر قطعة من العجينة، ببرم كده اهو. بصوا واروح ايه ضغط عليها ضغطة، وجايبة الشوكة ونازلة عليها كده اهو، شايفين؟ يعني نضغط عليها ضغطة كده ومن فوق نبصمها كده ايه بالصباع. ادانا الشكل الجميل ده كده اهو. بصوا ده برضو شكل ايه تاني مختلف انا عملته. هنشوف دلوقتي البسكوت اللي طلع من الفرن شكله عامل ازاي. عايزة اوريكم بس البسكوت بعد ما طلع، شايفين شكله تحفة يا جماعة. بصوا شايفين الاشكال، طبعا هو سخن جدا انا مش هقدر اقرب ناحيته. بصوا ولا دهنا الصينية حاجة ولا اي حاجة خالص، شايفين السوا بتاعه جميل ازاي، ولا طاري ولا اي حاجة. هو خلص كده مباسل؟ لا مخلص، احنا لسه هنعمل له ايه شوية حركات كده وتكات يبين لنا ان ده كمان مش بسكويت، كأنه بديفور سابلي. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه، بس اخلص الكمية كلها واسيبه يبرد لحسن ده سخن خالص مش هقدر اهوب ناحيته خالص. بس حبيت اوريه لكم السوا بتاعه وشكله عامل ازاي قبل ما نخلص باقي الكمية. دي شوكولاتة بيضة دريم انا بستخدمها اهو، اخدت منها جزء، عملت لها حمام ميه سخنه، يعني حاطه ميه سخنه في الطبق، والطبق الازاز فوق فيه الشوكولاته، احط معلقه زيت صغيره خالص اهو، وهدوب الشوكولاته. بصوا بحمام الميه بتدوب بسرعه اهو، شايفين؟ هدوب الشوكولاته كده، معلقه الزيت ليه؟ عشان بتديني لمعه حلوه في الشوكولاته اهي، شايفين؟ وتعالى نشوف بقى هنزين البسكويت بتاعنا ازاي. بصوا حبايبي البسكوت بتاعي اهو، خلصته كله وسبته لما برد خالص، وادي الاشكال اهي اللي انا عملتها. بصوا الجمال والحلاوه، شايفين؟ والسوا بتاعه بقى خطير يا جماعه، شايفين؟ بصوا لما بنقرب الكاميرا، وادي الشكل اللي احنا عملناه الاخراني اهو. عندنا بقى الشوكولاته البيضه بتاعتنا اهي اللي احنا سيحناها على حمام ميه زي ما قلت لكم، وعندي طبق فيه جوز هند. هبتدي هاخد بسكويت كده احطه واقرب لكم كده، احطه كده في الشوكولاته البيضة، جزء منه كده يعني تمام، وبعدين هروح حطاه في جوز الهند كده. ايه رايكم بقى الجمال والحلاوه بتاعت ام باسل؟ شايفين؟ شايفين تحفه ازاي؟ طعمه بقى مش قادره اقول لكم، خطير يا جماعه. حبايبي ادي البسكوت بتاعي، الفينش النهائي بتاعه خلص اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بقى جماله وحلاوته من غير ما نلعب في الصوره ولا نعمل فلتر ولا نعمل غيره، كله على الطبيعه زي ما انتم شايفين كده. عملت اشكال والوان منه، بصوا كمان شايفين الطبق اللي انا رصدها؟ الله الله على الجمال وعلى حلاوه وحلاوتك يا ام باسل، على جمال، عايز اقول جمالك وحلاوتك يا ام باسل، وعايز اقول الجمال والحلاوه برده في نفس الوقت. بصوا تعالوا شوفوا البسكويت من غير نشا من غير اي حاجه، وطعمه بيدوب في البق ذوبان. الله بجد هو ده البسكويت اللي اتقال عليه هنعمله السنه دي، هنغير من الانواع البسكويت التقليديه اللي احنا بنعملها. تعالوا نشوف اللي هو بقى بجوز الهند. بصراحه انا مش عايزه اناكش الرصه دي ولا الرصه دي كمان، بس معلش بقى عشان ايه الحبايب ندوق عشان اللي هقوم يعملوه على طول. بصوا شايفين بقى الشوكولاته البيضة والجوز الهند، حوار يا جماعه. الله والله والله بجد تحفه بجد تحفه، اللي مش هيجربه فايته كتير يا جماعه، لازم لازم تجربوه. شايفين ببيضه واحده بس، والعجينه طالعه معايا ما شاء الله زي الفل.
ولا مشققه ولا فيها اي حاجه خالص، عايزه تكتفي بيه بس كده من غير ما انت تحطي له شوكولاته بيضه ولا جوز هند، هيبقى برده شغال وزي الفل وتحفه. ده كان بسكويت النهارده الاقتصادي بجوز الهند ببيضه واحده، جربيه وقولي لي رايك الجميل ايه. ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فسفه سهله وسريعه مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.